اهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد. تدرس غرفه جده اقامه منتدى دولي سنوي لصناعه الازياء بهدف تعزيز مكانه المنتج الوطني في قطاع يجذب استثمارات تتجاوز ال 15 مليار ريال سعودي، ومواجهه الغزو الاجنبي للملابس الجاهزه او المستورده التي تقدر بنحو 90% في السوق السعودي، مما يهدد الالاف من المصانع السعوديه التي تعمل بترخيص رسمي، وهو اللي حنتعرف عليه في فقرتنا لهذا اليوم مع مصممة الأزياء أميمة عزوز رئيسة لجنة مصممات الأزياء بغرفة جدة. ومساء الخير أستاذة أميمة. يا هلا وسهلا فيك، يا مرحبا أهلين. يعطيك العافية أستاذة أميمة. بداية تحدثينا عن فكرة هذا المنتدى وإيش الفائدة أنكم تبدأوا تسوون زي هذه المنتديات؟ طبعا أكيد المنتدى هذا حيبرز أو يقوي أكثر اللجنة أو وجودها وكيانها. هو طبعا يهدف طبعا المنتدى هذا السنوي إلى استضافة أكثر من دول عربية وخليجية لكل ما يخص الأزياء أو كل قطاعات اللي هي تخص الأزياء أو ملابس أو أقمشة أو ما إلى ذلك، بحيث أنه إحنا نناقش في من خلال هذا المنتدى المعوقات، الصعوبات، التعارف بشكل أسرع، تطبيق الفعاليات أو الأفكار اللي إحنا مثلا قاعدين بنحطها في المخطط عندنا في اللجنة، ممكن بسرعة تطبيقها، تفاعلنا مثلا مع الدول العربية مع بعض، طبعا إيجاد فرص عمل. هذه كمان هدف مرة كان قوي من خلال المنتدى، بحيث أنه يتم التعارف، لأن المنتدى حيشتمل على كل سيدات الأعمال اللي هم في قطاع الأزياء، صاحبات المشاغل، طالبات الأزياء. يمكن هذا يدفعنا لسؤال الشخصيات اللي أنتم ممكن توجهوا لهم الدعوات. يعني يمكن يتهيألي أنه حيكون في تنوع في المنتدى هذا بين المصممين، بالذات أنتم حتفتحوا فرص عمل. نعم. زي ما أنت تفضلتي المحاور يمكن. نعم. حتكون. نعم. كثيرة، فأكيد حيكون في تنوع في الضيوف اللي أنتم يعني ممكن تدعوهم لهذا المنتدى. طبعا المنتدى هذا بيخص قطاع الأزياء وما وحوالينه، يعني مثلا حقون الأقمشة، تجار الأقمشة من كل دول مثلا العربية والخليجية، تجار مثلا المجوهرات، تجار الكريستال والفصوص والأشياء المكملات للأزياء، مصممين ومصممات كبار، طبعا سيدات أعمال، صاحبات مثلا رائدات شركات، وهذه كلها طبعا حندعوهم بالإضافة إلى متحدثين ومتحدثات في المنتدى هذا. نعطي طبعا محاور اللي حنتحدث فيها، طبعا كل سنة أكيد في محاور حنتحدث فيها بناء على التطور اللي حيحصل، فطبعا حندي فرصة لأنه متحدثين يتكلموا عنها، نناقش الأفكار، وهذا أكيد حيخلق فرص تعارف ما بين المصمم وما بين مثلا صاحب منشأة أو مثلا صاحب مصنع، فهذه أكيد حتكون فرصة حلوة لأننا نقوي اللي هو كيان الأزياء. طيب أستاذة أميمة، قبل الهواء كنت أتكلم معاكي، أنت قلتي لي جملة وفعلا ناشبة في بالي، أنتم بديتوا من لا شيء، عم تخلقوا شيء من لا شيء، ممكن تفسري لي إياها أكثر؟ طبعا من خلال طبعا عملي في الأزياء كمصممة أزياء، وجدت أنه من خلال مقابلتي لعدة مصممات، وجدت أنه إحنا زي ما يقول لك بنشتغل كده كل مين إيده إله، يعني قاعدين في الهواء حلقة مفرغة، ما إحنا عارفين نوصل لحاجة. لقيت أنه لازم هذه الأزياء اللي كل مين عنده مشغل، عنده مصنع، عنده مثلا مؤسسة، عنده محلات تجارية، لازم يتخلق لهم كيان أو مظلة أو سقف يحميهم، يحمي مثلا مطالبنا، يحمي زي ما تقولي ما نقول دار نقابة أو شيء، إنه مثلا في شروط، في أهداف نبي نحققها، في ناس بتسمعنا، في صوت يسمع لهذه الكيان اللي قاعد بيتوجد. فطبعا فكرنا في إقامة لجنة، اللجنة هذه نناقش فيها ونحاكي فيها جميع الدوائر الحكومية اللي تخص قطاعنا، نحاكي فيها جميع المصممين والمصممات اللي ممكن هم فعلا يستفيدوا، نحاكي فيها جميع أصحاب الشركات اللي ممكن يقوموا معانا بتوظيف مثلا هذه الكوادر اللي قاعدة بتطلع من الأزياء. فلازم هنا يكون في حاجة فعلا كيان يثبت وجود هذه يعني زي ما يقولك اللجنة، ولقينا مرة كثير في قبول وإقبال عليها حتى من الدول العربية والخليجية المجاورة، والحمد لله كنا إحنا السباقين كلجنة الغرف في جدة وكدولة سعودية، كنا السباقين في هذه الفكرة والحمد لله، ربنا يوفقنا إن شاء الله. أكيد. بس أستاذة أميمة، لما تقولين أنه بديتوا اجتمعتوا واحتجتوا زي هذه الفعاليات، هذا إذا يدل أنه كانت في كثير من المعوقات اللي أنتوا واجهتوها، ممكن أعرف إيش أهم المعوقات اللي أنتوا واجهتوها؟
طبعا في كل اجتماع بنقوم فيه في الغرفة التجارية، وطبعا احنا كل فترة وفترة بنسوي في الغرفة اجتماعات لسيدات اعمال كثير ورجال اعمال برضو في نفس القطاع. بدينا ناخذ كل واحدة ايش معوقاتها، بنجمع المعوقات. طبعا من اهم المعوقات اللي هي حكاية التراخيص، كان في شوية صعوبة في اني انا ممكن يعطوني ترخيص لإقامة مشغل او ترخيص لإقامة محل ازياء او ترخيص غير كده. طبعا برضو في عندنا اللي هي التأشيرات، طبعا جاء قرار بانه لازم نساعد، وهذا الشيء مره انا اطالب فيه، وانا بالعكس اول الناس اللي مهتمه بانه فعلا يكون السعوده. لكن برضه حكايه التاشيرات والقرار السريع ادى شويه يعني تلخبط شويه. احنا قلنا نبغى ندرب، يعطونا فرصه سنتين تدرب اللي هي الطالبه سواء كانت طالبه ازياء او اي في مجال اخر، قام بتدريبهم وتاهيلهم لساحه العمل. هذه كمان برضو من المعوقات. معوقات طبعا كثير، بس من أهمها هي أنه هم يسهلوا علينا دور أزياء. إحنا في السعودية عندنا يعني صعب يكون في دور أزياء، رغم أنه هذا وعروض يعني كمان أزياء في عروض أزياء تكون داخل المملكة وبين سيدات فقط. وطبعا أزياء تكون كلها محتشمة زي أزياء عروض عبايات، عروض ثياب خليجية لازم تظهر، فهذا برضو إحنا بنطالب فيه. وفي كثير الحمد لله تجاوب مع وزارة العمل والعمال والتجارة، وكلها طبعا إحنا عاملين ما شاء الله ليست، وكلها إن شاء الله ستحل. ما نقول إنه الشيء لما يفرط في يوم وليلة حيصير كيان جديد، لازم يأخذ وقته. وإحنا في ظرف سنة فقط حققنا كثير من الأشياء اللي الحمد لله كنا نطمح لها. طيب أستاذة أميمة، الحين إحنا عندنا يمكن مصانع كثيرة في السعودية، يعني يقولون يعني 1000 مصنع، هل هو صحيح يعني عندنا موجود في الملابس والأزياء؟ شوفي إحنا لو نتكلم، أنا أتكلم دائما مش على نطاق جدة، أنا أتكلم على نطاق مملكة. مملكة يعني فيها مناطق مرة كثير، رياض، خبر، يعني ما نقول قد إيه بالإضافة إلى القرى. وأتكلم كمان مصنع، أنا ما أحدد مصنع بس مجرد إنه المصنع الكبير بالشكل اللي أنا أطل إنه فيه معدات ماكينات. أي مشغل، وأنا قلت قبل كده أي مشغل صغير، ورشة عمل صغيرة نعتبرها مصنع، لأن هي بتقوم بالخياطة وبالتطريز ومن ثم بتكفيل الفستان حتى يطلع منتج. فنعتبر كلها مصانع، سواء مشاغل سواء مصانع. أوكي الآن ما في إحصائية بالضبط تقول كم مصنع، إحنا ما حطينا رقم قلنا مثلا 5 أو 10 أو 6 آلاف، لا إحنا قلنا من الآلاف. الآلاف بالإحصائيات اللي هي الميدانية السريعة، إنه في مصانع، طبعا في مصانع في المملكة تعتبر شيء منها توقف اوكي، وفي مصانع اخذت ترخيص، وفي مصانع لسه تحت زي ما تقول لك الطلب في انتظار ترخيص. طبعا ما نحصوها المصانع هذه، لكن المصانع بكل انواعها اكيد موجوده، واحنا نتمنى انه تشتغل حتى نبطل انه نخفف من استيرادنا السنوي اللي هو ما يعادل 15 مليار ريال سعودي سنويا رايحه للخارج، بتهدر كلها برا. ليش ما يكون عندنا فعلا، ليش ما احنا نقوي نفسنا؟ واتمنى وجود مصانع الى حد كبير بحيث اننا يعني ما نقول نكسح السوق، ولكن نخفف من استيرادنا من الدول الاوروبيه الى حد كبير ان شاء الله. طيب استاذه اميمه، انت الحين ما شاء الله اليوم رئيسه للجنه مصممات الازياء، يعني التايتل اللي انت وصلتي له والمكان اللي انت وصلتيها ما جت من فراغ، صح ولا لا؟ ابغى اعرف كيف كانت بداياتك. شوفي دائما الانسان لما يكون مؤمن بالشيء وحاط التارجت او هدف حيحققه ويوصل له. ما مثلا اي انسان بدا يقول انا مثلا ايش حيوصلني لكذا، لا، لو انا حطيت هدف الاساسي قلت انا حكون كده وراس ما اكون كده، معناه انا هذا الهدف حاسعى عليه وحاجتهد عشان اوصل له. فاذا حطيت الهدف وكنت مؤمنه به ومؤمنه بنجاح هذا الاهداف انها فعلا حتحقق شيء حتوصل. يعني انا لما بديت في موضوع تصميم الازياء او مجال الازياء، طبعا بعد دراستي لها، حطيت في بالي انه ما ابغى مجرد افتح محل ابيع وانتهى، حطيت في بالي انه هذا المجال حيخدم كثير. يعني اولهم مجال توظيف، مثلا انا حكون شايله مثلا باب رزق لمثلا 5 6 عندي بدل ما يكون بس لي انا لوحدي. هذا الشيء. الشيء الثاني اوكي انا ابغى اطور هذا النطاق، ابغى اطوره. الازياء مطلوبه كثير، في احد ما يستغنى عنها؟ فطبعا حكايه تطويرها كيف؟ بديت ادرس افكاري ايش ممكن انا اسوي، معناها انا لازم احقق دراسه اكاديميه للجنه هذه او للازياء بشكل احترافي عالي. اوكي انا سويت الأكاديمية، طب بعد الأكاديمية معناها في ناس حتتخرج، طب أنا إيش حسوي في اللي حتخرجوا؟ معناها لازم نبدأ نفتح حكاية مصنع،
عشان اللي تخرجوا ممكن تشتغل في المصانع، سواء تحت أمام الآلات تحريكها أو سواء في التصميم. فبرضو هنا قلنا أوكي المصممات يبغوا باب يعني رزق، مثلا مصممة تبغى تفتح محل، فأنا برضو لازم أحقق لهم، لأنه إيجار المحلات عالي، برضو لازم نحقق أنه سوق مشترك لكل المصممات حتى يكونوا تحت سقف واحد برضو. فطبعا كل الأفكار هذه والكيان لقيت أنه لازم يتوجد، فبديت هنا بخطوة اتجاهي للغرفة التجارية، تقديم دراستي كاملة. وانت كنت من السباقات صح ولا كنت من الاوائل؟ اللي انا مثلا سالتك هذا السؤال الحمد لله مو من فراغ، ها سالتك السؤال هذا، انت كنت من السباقات والمطالبات. الحين السؤال اللي ابغى اسالك اياه، بناتنا الحين مصممات الازياء، انت وين تشوفيهم اذا قارنت تجربتك بتجربتهم؟ والله ما شاء الله، ما اقول لك انه بصراحه يعني في يعني موجه عاليه جدا جدا. انا من عن نفسي تحت يعني لجنتنا في حوالي ما يقارب يمكن 500 مصممه من كل السعوديه. طيب ما لا بس انا بتكلم على جده واللي قدرنا نحصوها الان بس، لكن انا متاكده لو عملناها كاعلان قوي من كل السعوديه، بتكلم عن جده والمناطق القريبه جدا مني، لكن لو عملنا احصائيه في المملكه في رائعات في التصميم. انا بحضر مثلا، كيف اقدر اقيم؟ بحضر بازارات اللي هي المعارض اللي بتصير على مدار السنه، كانت في بازارات ومنها طبعا بتكسر في رمضان، ولكن على مدار السنه بازارات، انا بشوف كم من المحلات واخذ كروت الطالبات او كروت المصممات، كروت اللي بتعرض، بلاقي ما شاء الله تبارك الله يعني في كل بازار لا يقل عن 300، كل مره اتعرف على ناس جدد، معناها في عندي يعني كم هائل من المصممات كلهم ينتظروا يكون لهذا التصميم كيان او هدف، مش مجرد انا والله اسوي تصميم واقعد استنى احد يجي يشتري، لا لازم انا فعلا انشط هذا الكيان. نعم استاذه اميمه، يمكن اوكي الكيان ان شاء الله احنا نامل في المستقبل انه يتنشط. طيب التجارب العالميه في هذا القطاع انتم كيف ممكن تستفيدوا منها؟ طبعا اكيد لازم حنستفيد من كل حاجة بناخدها من برا وناخد الإيجابيات فيها. طبعا طبعا نشوف مثلا بالنسبة للأزياء فين وصلوا مصممي ومصممات الأزياء في العالم. أوكي مين المدرب مثلا لهذه؟ أنا الآن بفكر فعلا في مدربين من فرنسا ومن إيطاليا، حنجيبهم لهنا عشان يعطونا إيش الخطوات أو الأسرار اللي إحنا ممكن ما وصلنا لها كتعليمنا الداخلي. اوكي برضو انا استفيد ممكن من التجارب العالميه، لما هم نفسهم صاروا ياخذوا من ازيائنا، انا ممكن اشوف انا ايش ممكن اقدم واضيف واعمل بصمه لازيائي في العالم الاوروبي. يعني مثلا كان عندي عرض في باريس، عرض فيه عبايه، انا لازم فعلا افرض للعالم فين احنا وفين ممكن نوصل وايش مقدرتنا، نتعلم منهم الاشياء الطيبه ونستفيد منهم، واكيد يعني هذا الشيء مطلوب. نعم واحنا اكيد نتمنى لكم كل الخير. شكرا لك مصممه الازياء اميمه عزوز، رئيسه لجنه مصممه الازياء بغرفه جده، شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه، واكيد الازياء هي بصمه وثقافه في الاول وفي الاخير. اكيد اهلا وسهلا فيك وشكرا لكم لاستضافتي. شكرا. أعزائي المشاهدين، زي ما أنتم عارفين أمس كانت عندنا حلقة خاصة عن سرطان الثدي، لازم أذكركم بالجائزة حقتنا وهي عبارة عن عمليتين تجميل للصدر، طبعا تقدمها لي كلينيك، وطبعا تقدروا أنتم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاج رسائل سيدتي الوردية الظاهر أمامكم على الشاشة، وكمان عبر إيميل برنامج سيدتي. إن شاء الله يعني نشوف مين كمان اللي حيفوز معنا في الأيام الجاية. كانت هذه فقرتنا لليوم، وأكيد برنامج سيدتي مستمر لكن بعد هالفاصل. في سيدتي بعد الفاصل. بعد الوجه والعنق، هل بدأ الهوس بتجميل اليدين والأصابع؟